أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس C++. في المحاضرة السابقة تعلمنا الدالة else if، وفي هذه المحاضرة راح ناخذ مثال تطبيقي على الدالة else if اللي هو احتساب تقديرات الطلاب. طيب طبعا المعروف انه التقدير من 50 الى 60 يكون مقبول، ومن 60 الى 70 يكون متوسط، ومن 70 الى 80 يكون جيد، ومن 80 الى 90 جيد جدا، ومن 90 الى 100 يكون امتياز، واذا كان اقل من 50 راح يكون ضعيف. طيب هاي العملية راح نطبقها على عدة شروط من خلال الدالة else if. طيب راح نشتغل الدالة، وطبعا راح نشرحها بشكل مفصل لاحقا. طيب اولا نضع متغير، هذا المتغير راح نسميه مثلا x، طبعا int راح اسمه x يساوي مثلا 55، وطبعا فارزة منقوطة. راح نجي نستخدم الدالة if، اذا كان هذا المتغير x اكبر او يساوي 90، طبعا علامة الاكبر باللغة الانجليزية تكون اللي هي shift وزاي، اكبر او يساوي 90 راح يعطيني شرط نتيجة، طبعا هذا الشرط هو cout، راح نكتب cout وقواس برمجية، وراح نكتب هنا باللغة العربية راح نرجع لها لاحقا، راح نكتب هنا امتياز. طيب شنو يعني هذا الشرط؟ اذا كان هذا الاكس يعني هذا الرقم اذا كان اكبر او يساوي 90، يعني 90 او اكبر من 90 راح يعطيني امتياز، يعني 90 91 92 93، وهكذا هذا كله راح يكون امتياز. راح نجي الى اكسكيوت ما راح يعطينا شيء، ليش؟ لان هذا الرقم اصغر من 90 مو اكبر من 90. طيب اريد نجرب، راح نكتب مثلا 91 اكسكيوت راح يعطيني امتياز. طيب أريد أعمل شروط أخرى اللي هو مثلا 80 اللي هو راح يكون جيد جدا وجيد متوسط مقبول ضعيف، هاي شلون أعملها؟ قلنا إذا عدنا شروط أخرى لابد أنه نضيف else if، ما يصير نكتب if مرة ثانية، فنكتب else if، else وحدها و if ونكتب الشرط، إذا كان أكبر أو يساوي 80 راح يعطيني شنو؟ راح يعطيني شرط اللي هو راح يكون هذا، طبعا الشرط راح ناخذه كوبي، اذا كان اكبر او يساوي 80، يعني اذا كان 80 اكبر من 80 81 82 89 لحد 89 راح يكون عندي جيد جدا. نجي نكتب هنا جيد جدا. طيب وطبعا فارزة المنقوطة لا ننساها. طيب يعني هنا عدنا اذا كان 80 فما فوق راح يكون جيد جدا، يوصل للتسعين فما فوق راح يكون امتياز. طيب نجري العملية هنا، اذا نجي على اكسكيوت راح يعطيني هنا امتياز او يعطيني خلل، طبعا فقط هنا نكتب لازم اسم المتغير x اكبر او يساوي جيد، انطاني امتياز ليش؟ لان 91. طيب اذا سوينا 85 راح يعطيني جيد جدا ممتاز. راح نكمل بنفس الطريقة، راح ناخذ كوبي من بداية الـ else if الى نهايته، طبعا بدايتها هنا ونهايتها هذا اللي هو نهاية القوس البرمجي، راح ناخذ كوبي او راح نضيفها هنا جيد، هنا اصغر او يساوي 70 ايش راح يكون عندك؟ راح يكون جيد. طيب راح نحذف الجيد جدا راح يكون جيد. ايضا ممكن ناخذ كوبي لهذه ونضيف هنا 60 راح يكون متوسط، طبعا نغير عربي نكتب متوسط ممتاز. اذا كان 50 يعني من 50 ل 59 ايش راح يكون هنا؟ راح يكون
مقبول. طيب إذا كان أقل من 50 شلون نسوي هذا الشرط؟ إذا كان X أصغر من 50 راح نعكس العملية. أصغر يعني بس فقط هذه أصغر من 50، يعني راح نحذف اليساوي لأن أصغر أو يساوي 50 ضعيف ما يصير. فأصغر من 50 إيش راح يكون؟ راح يكون ضعيف. وطبعا نجي هنا اكسكيوت حتى نشوف الاخطاء. ماكو عندنا اخطاء، عندنا هنا 85 شنطاني طاني جيد جدا. اذا نقول 75 اكسكيوت راح يعطيني جيد. مثلا 65 او 66 الرقم اللي يعجبنا راح يعطيني متوسط. 55 او 50 راح يعطيني مقبول. اقل من 50 مثلا 35 راح يعطيني ضعيف. طيب الفكرة هنا أنا استخدمنا أكثر من شرط، راح يجي البرنامج راح يجي يلقى متغير اسمه X قيمة شقد 35، راح يجي يشوف 35 أكبر أو يساوي 90، لا راح يعبر للشرط الثاني. أصغر أو يساوي 80، لا راح يعبر للشرط الثالث. أكبر أو يساوي 70، وهكذا يبدي إلى أن يوصل. أصغر من 50 راح يلقى 35 فعلا اصغر من 50، راح يجي يطبق هذه. طبعا لو كانت الاكس مطابقه لهذا الشرط راح يطبق هذه القيمه، لو كانت مطابقه لهذا الشرط راح يطبق هذه القيمه. فاي شرط راح يطابق اليه المتغير راح يطبق النتيجه اللي احنا نعملها لهذا الشرط. فهذه هي الداله else if باختصار، داله سهله وبسيطه ممكن نستخدمها عندما نريد نستخدم اكثر من شرط بان واحد. إن شاء الله تكون المحاضرة سهلة وبسيطة. واجب هذه المحاضرة هو عمل تقديرات الطلاب بهذه الطريقة، وطبعا يتم إرسال الواجب بالجروب جروب عالم بها الاحترافية على التليجرام. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.